أصدقائي الصغار، عدت إليكم بحكاية جديدة تحت عنوان الظبي يبحث عن صديق، عن كتاب مرشدي في اللغة العربية للمستوى الثالث. الظبي يبحث عن صديق. حل الظلام. فحضنت الظبية صغيرها وحكت له قصة الأرنب الأبيض الذي أنقذه صديقه من بندقية قناص. فقال الظبي الصغير: أريد أن يصبح لي صديق يساعدني وأساعده يا أمي. قالت الظبية: حسنا يا صغيري، ابحث لك عن صديق. خرج الظبي الصغير ظهرا وظل يمشي حتى رأى سنجابا رشيقا ذا ذيل طويل كثيف الشعر، فحياه وطلب منه أن يدله على منبع ماء قريب. لكن السنجاب نظر إليه غير مبال وقال: ما كان عليك أن تفارق أمك، عد إلى بيتك. قال الظبي في نفسه: هذا سنجاب متعجرف، لا يصلح أن يكون صديقا. اشتد العطش بالظبي فواصل سيره إلى أن وصل إلى نهر يجري فيه ماء عذب. ظهر أمامه قطيع من البعول الصغيرة تلعب وتقفز. قال الظبي للبعول الصغيرة: هل ألعب معكم؟ رحبت البعول الصغيرة بالظبي. أخذ الظبي الصغير يجري ويقفز ويمرح مع البعول الصغيرة، وفجأة صاح أحد البعول: الناس قادم على الخمس عازم، لا تلعبوا، هل تهربوا؟ تفرقت البعول هاربة. عندئذ تعثر الظبي الصغير وبدأ يتمره ويتوجع، فخوفه من القناص جعله يفقد توازنه ويسقط على الأرض. لم تكترث له الوعول، وجرت لتنقذ حياتها إلا وعدا صغيرا. رجع ليسعف الظبي ويساعده على الهروب. قال الظبي للوعل الصغير: أنا عاجز عن المشي، اهرب، أنجو بنفسك. أجاب الوعي: لن أرتكب غلطة وأتركك في هذه الوردة. بقي الوعل بجانب الظبي الصغير حتى نجح في مساعدته على الوقوف على قوائمه. منذ ذلك الوقت أصبح الوعل والظبي صديقين حميمين لا يفترقان. أصدقائي الصغار، حكايتنا انتهت. ألقاكم في حكاية جديدة إن شاء الله.